الحب قلت لها تسوي قهوة وبس أهلي شافوا الإنفينيتي. هسا الحب راح تشوفها، تعالي خلينا نشوف. بس تعاي منا تعاي منا حتى ما تشوفين قبل البيبان المكسورة. لكن قدام كيف تشبه الحمرة القديمة؟ أوه كثير حلوة يا ما شاء الله. نا هاي أكو ضربة وطاجة حطينا عليها دائرة. ضخمة. يعني بس خايف لا تقومين تسوقيها وبعدها هي تقولي لي يعني بعد ما أريد هذه خذها لك بيعها. يعني عم فكر بالموضوع. نشوف. يا حرام هاي الضربة يا. هاي وخاصة لما تسوقيها شيء خيالي، تحسين راكبة باخرة راكبة دبابة بنفس الوقت. سلسة يعني دبابة بس هيك يتخبل. كثير حلو والله كثير حلو. هسه لما راح تشوفيها من جوا راح تقولين راح تتخبلين. خلي أرويك شلون أفتح الباب. الباب هذا سبيشال لازم هيك تفتحيه يعني بقوة عضلات، ولما أكون جوا ولازم أفتحها أفتحها هيك بوف كل قوتي أدفعها هيك بحيث صار عندي عضلات هنا حتى ينفتح. مشكلة. طيب إذا أنا بدي سؤال يا. يا صحيح تايراتها حجمها كبير، يمكن هاي من الأسباب اللي تخليها كلش زينة وسلسة. هاي فيها ديتيلز. يا شوفي الشبابيك، شوفي تباعين اللي ورا لهنا. شو هذا كأنه تعرف؟ وأنا بحب البيت اللي بتكون هيك شبابيك. يا هي هيك هي إنه... تحب بالمستقبل يكون بيتنا عبارة عن شبابيك كبيرة، يعني يدخل دائما الضوء بي، يعني مو يكون هيك بس شبابيك صغيرة بالبيت، فهمتوني؟ يكون هاي البيوت تكون الضوء من الشمس هيك. بس هاي بيوت المليونيرية يعني ملايين. يلا السيارة منيح. يلا مبدئيا السيارة إن شاء الله، وبعدين إن شاء الله بيت يكون بيج وشبابيج عملاقة. كان عندهم كلب مشخط لنا هذا الكرسي. لك حتى هذا هيك كتير yeah. حلو. يب. حتى هذا تحسه شوي متختلف عن yeah. عن باقي السيارات. هذا مثل الرينج روفر والسيارات الحديثة الرهيبة اللي yeah. يعني صدق هذا تطويره حلو، وحطوا هاي هنا بدل ما عادة يحطوها هنا. حلو هيك. بالعكس أنا أشوف هذا الشيء كلش زين يعني. واشتريت لك ليبستيك مال شفايف، هاي مال الاونر القديمه صاحبه السياره. نو ثانك يو. اللي للعلم الاونر القديمه عندنا بيتها هنا محطوط بالجي بي اس، والاونر القديمه اللي هي همينه بنيه مال بريوس مال حبيبتي همينه عندنا العنوان مالتها سيفناه. طيب تعال ناخذ لها هنا اللي اوه فوريت يور ليبستيك. هاي فكره يا يا وعدها عدها شكات همينه هنا ناسيتهم. والله العلم هي مليونيرية، بيتها ما شاء الله قصر شفناه يم كلير ليك بهيوستن بيتها بالضبط، حتى الانفينيتي جايبتها من شيء اسمه كلير ليك انفينيتي. وشوفوا عندها عدي بوز من افضل انواع الصوت، وانت يم عندك من افضل انواع الصوت الجي بي ال. يا جي بي ال بس مدى يشتغل عندك الصوت نفس الشاشة تبع السيارة القديمة. مبروك عني. الله يبارك بيك. هاي لما تسوقيها غير راح تحسين بالفخامة اللي انت دا تشوفيها، هذا فقط منظر، فما بالك لما تسوقيها وتدوسين بيها و... يا اخي شيء خيال ما اعرف. هاي السياره ما شاء الله للعلم هاي الاوبشن طلع هاي دافعه عليه 7500 دولار. 7500 دولار تخيلي دافعه على السياره اكثر على مود تحصل هاي الاوبشنات، هاي الكراسي وهذا اللون وتحصل هاي الاوبشنات او التكنولوجي ستاف، دافعة 7500 دولار. يعني انتم تبحثوا بالموضوع هسه تشوفون المدى الشاقة، وانا اخذتها يعني بسعر كل زين. يا الحمد لله انت من يعني هيك الله بعث لك. الحمد لله. يا واحد يغلط ويتعلم، وتعلمنا وعوضنا خساراتنا، يمكن يجوز كل خساراتي عوضتها بهاي السيارة. والله اعلم يعني ان شاء الله نخلصها قريبا. شوف شلون يفتح اوتوماتيكي. وهنا الوسع والله انها واسعه كلش واسعه من ورا ما شاء الله، مع انه ما تبين. انفينيتي سووا كلش خوش شغل بيها، يعني انا شفت عنها فيديوهات هوايه. تعرف بحس انه في نحط هون كمان كرسي ثالث. يا نقدر نسوي هوايه شغلات. تخيلي اقدر انيم الكراسي واقدر اني انام بالسياره اصلا نفسها. yeah. اذا رحنا تخييم او شيء نقدر yeah. حتى نخيم داخل السياره. تخيلوا طلع الشمس الصبح من الشباك هيك كانه نقعد الصبح. انا هذا عجبني اكثر. يا فلا صدق يعني ما شاء الله. وات هاي هم انا ما اعرف بيها. طلع هاي هيجي. بس ليش هيجي؟ هاي شو تسوي يعني؟ شنو فائدتها؟ واحد يحط غراضه هنا يعني؟ فور اكزامبل يعني؟ اه بس انك انت تغطيهم بس حبيت الله. يا عجبتها للحب التايرات مالتها، وهي صدق التايرات نسيت احكي انه هي كبيره من الاسباب اللي تخليها انه بالمطبات وبالسرعه وبالسياقه يعني ما شاء الله سموث. وما تحس ما تحس دسوق سياره، وبنفس الوقت هي دبابه سفينه باخره ما اعرف ايش هي. احس راح اسميها يمكن تايتانيك. هاي اسميها تايتانيك يمكن. والله وهاي يمكن تايتانيك. هاي باتمان بات وومن عذرا.
وهي صار عندي سيارة ما السباق اللي يسموها سبورت كار كوب، وهاي العملية الاقتصادية سيدان اللي هي مال همين حتى سفر وكل شيء واقتصاد وشغل همين يشتغلون بها أوبر أكثر شيء. وأما هاي هي مال فخفخة وبنفس الوقت عائلية وبنفس الوقت هم سفرات وهيك، واللي هي يسموها SUV. فصار عندنا SUV وسيدان، وصار عندنا اللي هي الكورفت الوحش اللي هي سبورت ما سباق كوب، ومو بس كوب كونفرتبل همين هذا الوحش. اكتشفت إنه هون يا عادي هاي الشاحن، فأنا لما ننام هون بكون شاحن جنب راسي. يا سلام. أوكي اسحبيها الأخير. وات اما صار المفروض يرجع الكرسي، ما اعرف بس شو مدى يرجع. المفروض انه بس ادوس هاي هو يرجع، هذا ينزل من بحده بس مدى ينزل همي، انا مدى اعرف شنو القصه مالته. بس يلا مو فد مشكله، اكتشفت توني انه اقدر بالريموت. هاي دن وكو من هنا زر، المفروض هذا يفتح الترنك همي، انا هذا الزر اللي هنا اذا انتم تشوفون هاي تشتغل عن بعد، هذه ما تشتغل عن بعد، والمفروض تشغل الاي سي عن بعد بس ما تشغل الاي سي عن بعد للعلم، ما بعرف ما بيشتغل الاي سي يعني. شوفي اظل دايسه وتسوي هيك شيء بس ماكو ما يشتغل الاي سي. ممكن لما نطفيه لازم نخلي الاي سي شغال ونطفيه. ممكن هاي ممكن، وممكن لان البطاريه ضعيفه يعني لازم نشحنها ما اعرف شو وقت. للعلم انفينيتي اول مره بحياتهم يسوون محرك جديد، يعني طريقه جديده بالعالم كله او فيكه جديده ابد ماكو منه، واول مره كان بهاي السياره، وهو محرك اقتصادي وذكي وتكنولوجي وحديث ويعطي سرعه وقوه للسياره 270 هورس باور. تخيلوا 4 سلندر، وهذيك همين 4 سلندر، اثنيناتهم 4 سلندر، يعني شيء غريب صح لو لا؟ المفروض هاي اقل شيء 6 سلندر بس 4 سلندر وما شاء الله طلقه طلقه. واعتقد هذا المحرك يسموه VCT، تقدرون تبحثون على اليوتيوب ويشرحوا لكم عن هذا المحرك وعن السيارة نفسها، إذا تريدون تكتبون QX50 ريفيو يروكم كل شيء بالتفصيل المفصل. بس الحب رايحة البيت أهلها بسيارتها الجديدة. هي عكسة تماما، هي هادية ما بيطلع ولا صوت. بالضبط، هاي أهدأ شيء، هذيك أقوى شيء. هاي وسط وعائلية، يعني صار عندنا ثلاث أنواع من ثلاث أنواع سيارات، يعني مرغوبات وزيانات وحلوات وثلاث أنواع سياقة وثلاث يعني كل واحدة مختلفة عن الثانية. أوه نسيت أطلب لك هاي، طلبت الشباك اللي ورا بس لازم أطلب ميرور همينة. يلا اتركي. لا الميرور مهم حتى تشوفين زين. روح لا سامح الله. بتفرج بشوف مليون شغلة. المهم تانكيو ان شاء الله الله يعوض عليك يا رب اضعاف. امين. يلا طريق السلامه. مبروك عليك السياره الاحسن من التسلا اصلا. هذا هو شكلها ما شاء الله ابد ما قاصر، شوفوا اضويتها فت قويه طبعا بالليل، وهاي وبعد احلى بالليل بهواي من اللي تشوفوه حاليا. شوفوا السياره ما تحتاج محرك، خلاص كله كهرباء. باتمان باتومن عذرا باتومن. ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو الشكل اللي يسموه ادفانسد. هاي يعني ادفانسد اللي هي تجي نوع اغلى واحلى، شكله احلى. واكو منها يسموها هاتش باك، اما هاي ادفانسد عادي بس معك من الشباك الورا، ما تحتاج تفتحي هذا الشباك. باي سلام. انبسطي. ميتة فرح بسيارتها الجديدة، ويعني كلش 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 فرحانة بها. اول ما شافتها بالمزاد طوت اياها قالت هاي هاي هي هاي، وما كنت تعرف حتصير من نصيبنا وصارت من نصيبنا، كانت ميتة عليها ميتة. قالت لي هي هاي، اخ ام مستحيل هاي الحلم هاي يعني الحمد لله احد الاحلام حققت لي اياه، شيء بسيط والجاي احلى بمليون مره. سريعة أبد ما شاء الله ما شاء الله. هاي صدق أدرينالين، هاي صدق وينسة، هاي أنا داخل لعبة حقيقية GTA حقيقة فشي يعني ما شاء الله. الله يحفظ لنا إياها يا رب، ويحفظنا ويبعدنا عن الشرطة، والله يرزقنا خيرها وبركتها يا رب. شحطات شحطات مو طبيعية طبعا، ولا هي الانطلاقة كانت المفروض مليون مرة أسرع. خلاص هاي اليوم جبت الكورفت يوم أخوي عمر، هسه راح نشيك إن شاء الله إذا الغاز مال السيارة شلون بيليك، شنو القصة، ونشوف شلون راح نصلحها. السيارة طلع ما بيها ليك، وما شاء الله هسه حاليا هوا بارد دا يجي،
توني شغلتها طبعا، اهم شيء طلع ما بيها مشكله بالليك يعني، بس طلع غاز الظاهر اني ومهند وقتها ما عرفنا شلون نحط غاز للسياره، اذا تتذكرون مره فشلنا واني عبالي طلع بيها ليك الظاهر ماكو، شويه شويه دا يصير ابرد طبعا، هذا البنيد كل شويه يوقع. المهم والله عاشت ايده رجعت فول فوليشن. تخيلوا صار لي ما ادري ايش قد اسوق بيها، دائما انا افتح الشبابيك وما يهمني اقول بعدين حنصلحها بعدين حنحاول، ايش قد اجلت الموضوع وهسه اليوم سوينا. فهي اصدقائي السياره صارت الثلج الحمد لله، حاولنا نصعدها هنا ما قدرنا، عبالي اسوي الالاينمنت، بس هاي الالاينمنت مو كل شيء ضروري فما راح اسوي الالاينمنت. ما شاء الله ثلج من جوا، هذا هو المطلوب انه هسه خلص بعد ما احتاج اوقي الشبابيك مفتوحه. تخيلوا هسه يلا فكرت او حبيت انه اغير هذا الشيء او اصلح هذا الشيء، مع انه هو شيء قد بسرعه سويته والله اخذ مبلغ مني بسيط كلش ومحترم وعاشت ايده. فمليار الحمد لله ما طلع بيها غاز ليك، كان هسه راح اصرف اكثر ومشكله اكبر. والشغله الثانيه انه سبحان الله هاي للمره ما ادري ايش قد اقول لكم اياها، اكو شغلات بالحياه كلش سهله بس انت لازم تدور او ترجع تحاول اكثر او تلقى الشخص المناسب. يعني انا كنت مستسلم قلت هاي 100% غاز ليك، لانه انا ومهند اصلا حاولنا وعلى كيفنا وجربنا وما صار بيها ابد غاز، خسرت فلوس الغاز ويعني المهم سبحان الله. اما هسه لا يعني فلس ونص رتبتها ورجعت هاي قبل الغاز ثلج، هسه السياره ثلج، فما شاء الله لا قوه الا بالله. ودائما انه حاولوا جربوا، لا تقول انه هاي نهايه العالم او انه ها هي 100% بيها هيك مشكله، لا اسال اكثر جرب اكثر وراح تشوف انه المشكله تافهه. احيانا شغلات اشياء كلش بسيطه بالحياه احنا ما نسويها وناجلها وهذا شيء كلش غلط. فانتوا تخيلوا شغله تافهه بسيطه اني تاركها ومتعذب بيها، احيانا ما اسوق السياره احيانا لان حاره كلش وتعال اتحمل الحراره، يمكن سنة تارك هذا الموضوع، اعتقد سنة ما اعرف، المهم فترة طويلة كلش تارك هذا الموضوع، وانه عبالي خلص هسه لازم هو القى واحد مختص بالتبريد، اووو يعني انا شفت عبالي فشي مشكلة كبيرة، سبحان الله خلصناها ب 45 دقيقة ماكسيموم، عذرا نص ساعة وربع ساعة انه الجهاز لازم تنتظره، فهي هاي الحياة، بس اسعى يا عبد اسعى تحرك. ولما قمت اسوق السيارة ما شاء الله التبريد بدأ يبرد أكثر، يا لب المربيات. كل ما أكبر بالحياة أتعلم انه الحياة حقا هي تدريجية، هي حقا شويه شويه تتعلم بها وتصير افضل باي مجال، ماكو انسان قبل قلد احد او اشتغل بالسيارات لين سمع مثلا السيارات والله تجيب خوش فلوس انه راسا صار يبيع ويشتري ويربح، لا لازم تمر بتجارب هوايه هوايه، وهاي التجارب هوايه اشياء راح تعلمك وحتروّيك وتعرفك على عالم وغيره وغيره، فالحياه تدريجيه، هاي حطوها ببالكم دائما الحياه تدريجيه، والحمد لله شغل السيارات كلش هوايه علمني وخسرني كلش هوايه، ولكن انا فرحان واظل فرحان لان كل هذا اعوضها اولا، ثانيا الله سبحانه وتعالى يعوضني اضعافها لان بالحلال خسارات بالحلال، ما دا اخسر فلوس واني داخل اشياء حرام، دائما الهدف النهائي والنيه صافيه الحمد لله، فالله دائما يعوضني اضعاف اللي خسر اضعاف مضاعفه، نفس الوقت دا اتعلم يعني المرات الجايه ان شاء الله نعوض هاي الخسارات اضعاف مضاعفه. صار لي اشهر ماجل هاي الشغله اللي هسه انا كلش فرحان بيها، البارده ثلج تخيلوا حتى خففتها قد ما ثلج، هسه السياره كامله متكامله، ليش انا تاخرت كل هاي الفتره ما دا افتهم. عالم ثاني كانما دا اروح انا العالم فراري، ما ادري رايح العاب مائيه، ما ادري العاب زحليقيه، ما اعرف يا اخي، سياره ترفع ام الادرينالين وتتونس بيها ونسه مو طبيعيه، تخلي يومك كله انت هيك متونس فرحان هيك عندك طاقه، ما ادري سبحان الله. اللي عنده هيك سيارات ماكو ما يحس بالكابه ما شاء الله، الشاقه وياكم كل انسان يحس بالكابه لو حتى لو مالتي مليونير، تعطيك سعاده هيك دوساتها ترجع لي ورا الصاروخ، فاحساس يخبل لما انت تسوي انجاز انت صار لك ما اعرف ايش قد ما مسويه، شغله بسيطه بس بالنسبه لك مهمه وحلوه، تبريد يخبل صار اقدر اسوقه واني مرتاح ومتونس، صار لي 8 اشهر ما ادري 6 اشهر اني ما مسوي هاي الشغله، يعني الحمد لله اخيرا. اخوان عمر زكي لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت مفضله وتتابعون اخر الفيديوهات، الى اللقاء.